وهناك وجه آخر للمقاومة. باحث فلسطيني يناقش رسالة الماجستير في خيمة نزوح. تامر صلاح الباحث الفلسطيني والحاصل على الماجستير في علم النفس، أهلا بك يا سيد تامر. أهلا بك سيادتك. أهلا بك سيد تامر. يعني مش عارف أقول لك إيه في ظل هذه الأوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وسائر الأراضي الفلسطينية، ونعتقد أنها طامة كبرى تلحق بالمنطقة بالكامل وبالمنطقة العربية، ولكن لافت لنظري جدا إصرارك على أن تكون مقاوما حتى وأنت تناقش رسالة الماجستير. هي مفارقة قد تبدو غريبة ولكنها طبيعية على فلسطين. بداية بنرحب بنشكركم على الاستضافة، تمام؟ وأردنا نوصل للعالم أجمع أننا قادرون، مستمرون، صامدون، متجدرون في هذه الأرض. حاولنا أن نجسد حجم المأساة والألم الذي يعيشه أبناء شعبي من الخيام، من الظروف القاسية، ويخرج العلم والاستمرار العملية التعليمية، وأنه لم نقف أبدا في مسيرتنا في النظام التعليمي، ومهما كان الدمار كبير والمأساة كبيرة إلا أننا مستمرون، مع العلم أن جامعة الأزهر تم تدميرها بالكامل، ورغم ذلك مستمرون، صامدون، متجدرون على هذه الأرض، نقول كلمتنا. لن تقف مصير التعليمي. صحيح. طيب سيد تامر، كرجل وباحث حاصل على ماجستير في علم النفس، كيف تقيم أو تحلل نفسية صاحب القرار في الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية بفلسطين؟ كيف تقيم الوضع النفسي لمن يقوم أو لمن يأمرون بهذه الإبادة، بهذه الوحشية للشعب الفلسطيني؟ يعني بعيدا عن المسميات الصعبة، ولكن مرضى نفسيين، لأنه شراسة العدوان التي تطول الأطفال، النساء، الشيوخ، الجامعات، المؤسسات التعليمية، المدنيين، الكم الهائل من الدمار، ليس عقلانيا أبدا أبدا. ما يحدث ليس عقلانيا، ولا يقدر أن يوصف بشكل عقلاني. مأساة 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 مأساة. أنا دلوقتي واقف والقصف شغال، وضع صعب جدا. ما مدى يعني أنا أريد أن أسمع منك الموقف الحالي بما أنك موجود وتسمع أصوات إطلاق النيران والقصف لا زال مستمرا، الوضع حولك يعني شكله عامل إزاي؟ شوف، بص، دلوقتي خوف وقلق والضرب متواصل. أنا في مدينة رفح، أنا بيني وبين المنطقة اللي المفروض تكون مخلاة 500 متر، والضرب قدامي أهو، والحمد لله مستمرين صامدين، وربنا يكرمنا إن شاء الله ونقدر بعلمي وبتخصصي أخدم أبناء شعبي وأخدم الشعب اللي ما زال بيعاني وهيفضل يعاني، لأنه قضيته عادلة بإذن الله. ما طبيعة الأهداف التي يقوم الاحتلال بقصفها الآن؟ والله لحتى الآن الأهداف أهداف عشوائية، لأنه الضرب ضرب مدفعي. في أهداف الثانية ممكن تكون هو رصدها، أما الضرب المدفعي كمان دي أهداف للمدنيين، إن كان حد ما قدرش يخلي، إن كان حد مش عارف يخلي المكان، تمام، هو ضرب دمار شامل. يعني هذا القصف يطال المدنيين أيضا. طبعا طبعا، دلوقتي كان في أطفال البيت نازل عليهم حالا وإحنا بنتكلم. أيوة، الحمد لله على من هو. الحمد لله من قبل ومن بعد. الحمد لله، إن شاء الله هيك ربنا يكرمنا ونقدر نخدم بعلم أبناء شعبي، وقدر ربنا
يكرمني كمان واكمل الدكتوراه، وكان نفسي كمان اجي على مصر والتحق في الجامعات المصريه، وان شاء الله ربنا يخلص هالحرب على خير ونكمل مسيرتنا التعليميه على خير ان شاء الله باذن الله. طب اخيرا، هل طال هذا القصف خيام النازحين ام انه لا زال بعيدا؟ لا لا زال بعيدا، لا زال بعيدا في مدينه رفح، لا زال بعيدا. قلوبنا معاكم، ربنا يستر وربنا يحميكم. ربنا كريم. الله شكرا الله. شكرا للاستضافه وشكرا لمصر وشعب مصر وقياده مصر. ما تقولش كده والله. لا 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 شكر على واجب، لا شكر على واجب. يعني احنا بالمصري دايما في الحالات زي كده بنقول احنا اهل، والمصري لما بيقول احنا اهل هو يعنيها وبيعني هذه الكلمة بتمامها. أشكرك جدا أستاذ تامر صلاح الباحث الفلسطيني، والذي حصل على شهادة الماجستير في علم النفس بعد مناقشتها من داخل خيمة للنازحين. وزي ما قال تامر صلاح، هو يتحدث الآن والقصف لا زال مستمرا. القصف يبعد عنه بضع أمتار، 500 متر بعيدا عن القصف. القصف يطال المدنيين، انهيار منزل على مجموعة من الأطفال حالا، وإحنا بنتكلم مع الأستاذ تامر صلاح.